بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا تتجدد بتجدد انطلاقاتنا. شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسات الإبكار، نتمنى توفيق للجميع. نجوى مباشرة إلى المركز الأول بشعار سعيد بن سالم الأخن العفاري، يأتي على المركز الأول، يأتي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، هنا الحضور، هنا الأداء الجميل، هنا الانطلاق من الذيبة اللي غيرت إلى المركز الأول وانتزعت الصدارة بشعار سهيل بن مبارك بالقرين العامري، انتقل إلى المركز الثالث. فمن أجد الحضور هناك مع المركز الثالث القادمة المتحركة شواهين محمد بالشرقية دالحرسوس الوهيبياتي مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع تواصلت هنا جبارة خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي، ياتي مع هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الريعة من مساري الاصايل. هنا وصل من الجانب الاخر ايضا القدوم الاخر، التواجد من ميزة حمد بن محمد القرين العامري، ياتي ايضا، ياتي كما يتقدم، تتقدم كفاية سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحية، يتقدم ايضا مع كفاية. والوصول الاخر يبدأ من غار مبارك بن علي بن مسلم المنصوري، لكن هنا القدوم من الأسماء الواصلة، الأسماء المتحركة، هنا وصلت وتحركت، هنا تقدمت في هذه اللحظات الجميلة في المسار الجميل، لكن يعود إلى المركز الأول، إلى الذيبة، 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 ويا الذيبة خليك ذيبة، هنا الذيابة قادمين، لكن الذيبة لسه بن مبارك بالقرين العامري. بينما قارة اللي شنت القارة لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري، وثالث المراكز حضرت كفاية وتقدمت لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. بينما المركز الرابع ميزة القادمة لحمد بن محمد بالقرين العامري، وخامس المراكز المركز الخامس هناك الذيبة علي بن محمد بن رحمة الشامسي، وسادس المراكز مع الطواري محمد بن عبد الله بالحب العامري. لكن المقدمة، لكن الصدارة غار يا قار، اللي على المركز الأول، اللي على الصدارة الأولى مبارك بن علي بن مسلم المنصوري يتقدم بغارة، والعصافة الأبطان بدون أي توامر، أداها ذاتي، أداها متميز مع الاندفاعة الأولى ومع الانطلاقة التي تحملها غارة لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. وصل، وصلت كفاية وتقدمت لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي ثالثا مع اندفاعة الذيبة علي بن محمد رحمه الشامسي. وصل بالحب، وصل بالحب، يتقدم هنا مع انطلاقة طواري محمد بن عبد الله بالحب العامري، ولكن المقدمة هنا مع غارة اللي طارت على المركز الأول وتقدم هذا الانطلاق الجميل بأداها الذاتي، بأداها المتميز. 200 متر الأخيرة، هنا طواري، هنا غارة، 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 طواري القادمة، ولكن غارة غارت على المركز الأول وكسبت هذه القارة لتنتزع هذا الفوز. تهانينا لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، الدخول ما بين طواري وما بين الذيبة هنا في اللحظات الأخيرة مع الدخول الجماعي بالمركز الثاني والمركز الرابع. المركز الرابع كانت الشاهنية ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، والمركز الخامس كانت مع المركز الخامس هي
ايضا كفايه سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. اذا متابعينا الكرام الفوز والناموس ذهب من نصيب غاره اللي غارت على المركز الاول لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. تهانينا له على هذا الفوز والانتصار الجميل. والتوقيت الزمني 4:20 اربعه اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس. بينما نشاهد الدخول على المركز الثاني. هنا شوف الدخول الجماعي بالمركز الثاني هنا ما بين طواري وما بين ايضا الذيبة. طواري وذيبة. ذيبة لعلي بن محمد الرحمن الشامسي وطواري لمحمد عبد الله بالحب العامري. هنا طواري اذا هي صاحبة المركز الاول. المركز الثاني عفوا. ايضا التوقيت الزمني 4:20 وسبعة اجزاء من الثانية. تهانينا لمالك طواري محمد عبد الله بالحب العامري. ها هناك الذيبة. الذيبة اللي حصلت على المركز الثاني لعلي بن محمد برحمه الشامسي. وثالثا كانت طواري لمحمد عبد الله بالحب العامري. المركز الرابع 4:23 اربعة اجزاء من الثانية. كانت الشأنية لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. بينما المركز الخامس كانت كفاية لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. والتوقيت الزمني 4:24 وجزء واحدا من الثانية. تهانينا والناموس.